شاب أخذ على عاتقه توصيل رسالة عظيمة استطاع فيها أن يكتب القرآن الكريم في 7 أشهر. في حد كان كتب المصحف 6 مرات أو 7 مرات. المرة الأولانية وهو بيكتبها كان تكاسل شوية، فلما تكاسل جاله شيخه شاف رؤية في المنام، سيدنا عثمان بيقول له أكمل ما بدأت. كتب المصحف 6 مرات وهدى لكل ابن من أبنائه نسخة. ده اللي خلاني أزداد تصميم إن أنا أكمل نسخة من بعد 132 سنة، أكون ليا الشرف إن أنا أكمل النسخة. اللي شجعني إن أنا أكتب المصحف والدي ووالدتي وزوجتي وأصحابي في العمل. خلاص جربت يا سلام، ما فاضش كده. اه يما عملت كده. ايوه يا يما. كتبت قد ايه يما النهارده يا ابني؟ قال لي 8 9 10. طب ربنا يقويك، ربنا يشجعك، ربنا يقويك، ربنا ييسر لك يا ابني. كتابته خدت مني 7 شهور، بداية من 1/1/2018 إلى لسه من أسبوع كده. بعد ما أجي من الشغل أقعد جنبه كده أناوله القلم عشان إيه يقعد يكتب المصحف. الحمد لله ربنا وفقه. يعني تحدي وإصرار إن أنا أكمل، وكان بالفعل لحد ما أتمته. أجازة العيد خدتها أسبوع، ابتدى إيه ما شاء الله كانت 104 صفحة خدتهم في أجازة العيد. خدت مجهود ووقت في إن أنا أسطر وإن أنا أظبط وأرتب وأعمل لحد ما الحمد لله وصل بالشكل ده. الأول ما كتب المصحف قلت له ده حسب يا سلامة أن هذا هيطلعني عمر أو حجة. كتابته أتمنى أن يكون خالص لوجه الله. الحمد لله مراتي الحمد لله حامل بعد 5 سنين. بعد إتمام كتابة المصحف الحمد لله ربنا رزقني أن يكون حامل يعني. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه.